قل لباغ النال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح برنامج الجي ان اس 3. النهاردة إن شاء الله عايزين نوصل البرنامج بالفي ام وير. الناس اللي عايزة تطبق اس دي ام سيسكو سيكيورتي ديفايس مانجر على الفي ام وير، الناس اللي عايزه تعمل كونكشن ما بين مايكروسوفت ما بين سيسكو، عايزه تشوف الحياه ماشيه ازاي، مثلا عايز يطبق الدي اتش سي بي سيرفر يجيب دي اتش سي بي سيرفر 2008 2003 ويوصله مع الراوتر عشان يختبر الفيتشر بتاعه الريلي ايجنت. تمام، هنشوف النهارده ان شاء الله ازاي نقدر نوصل البرنامج مع الفي ام وير ان شاء الله. طيب دلوقتي انا عندي راوتر وعندي جهازين اكس بي، ده في رينج 192 والتاني في رينج 172. تمام، طيب لو رحنا على الفي ام وير بتاعنا عندي اتنين اكس بي برو 1 واكس بي برو 2. تمام، طيب الاكس بي برو 1 الديفولت بتاعه بيبقى اللي هو في النات. تمام، دلوقتي احنا عايزين نغيره من النات. النات يعني هو بيشتغل على النتورك الفيزيكال بتاعتي، اكنه في النتورك بتاعتي بياخد اي بي فيها، ولكن هو بيغير السورس بورت نمبر لما بيطلع على الانترنت. تمام، عايزين نخليه مثلا في فيرتشوال نتورك 5، نقول اوكي ونروح على اكس بي برو 2 نغيره برضو الى اكس بي فيرتشوال ماشين نتورك 6، نخليه في نتورك تاني. تمام، نقول له اوكي. طيب نروح على اديت، نقول له الفيرتشوال نتورك اديتور، ونروح على 5 نقول له انا عايز اعمل كونكت الهوست فيرتشوال ادابتر تو ذيس نتورك، يعني وصل الكارت اللان الفيرتشوال اللي على اكس بي برو 1 او اكس بي برو 2 هنا في فيرتشوال نتورك 5 يبقى برو 1، وصلها على الشبكة دي. تمام، يعني وصل الكارت اللين بتاعت بتاعت اكس بي برو 1 وصلها على الفيرشوال ماشين نتورك 5. تمام، طبعا لو انت عايز تخلي الفيرشوال ماشين او الفي ام وير يدي المكنة دي او يدي اكس بي برو 1 الاي بي هات عن طريق دي اتش سي بي، هو يديها دي اتش سي بي من عنده، ممكن تعالي مع الاختيار ده ان شاء الله. او لو انت عايز تدي الاي بي هات مانوالي تبقى تخش على الجهاز ذات نفسه وتدي له اي بي ستاتيك، ده اللي هنشوفه ان شاء الله كمان شويه. طبعا هنا عايزين نغير السب نت ادريسنج سكيم ده، يعني بدل ما اخليها 10 بدل 31 اخليها 10، نقول له نروح على 6 برده، نقول له كونكت الفيرتشوال ادابتر تو ذيس نتورك برده نفس الكلام، ولكن عايزين هنا نخليها بقى رينج تاني 172.16.10.0/24. طبعا نقول له apply، قال لي virtual network 2 و5 have the same IP address. تمام، طيب لو نروح على 2 خلي 2 دلوقتي حاجة تانية خليها 20. تمام، ونروح على 5 10 و6 16 172.16، نقول له apply، هيبدأ بقى ان شاء الله يعمل ايه updating للفيرتشوال ماشين، يعمل installation للكارت اللان الفيرتشوال ويبدأ يعمل لها assigning للاي بي ان شاء الله.
طبعا هو يعني ايه ما وقفش على دي اتش سي بي لان احنا ما علمناش عليه. تمام. تمام بقى احنا كده الحمد لله خلصنا هنا، نقول له اوكي ونبدأ بقى نروح نعمل باورنج اب للماشينز بتاعتنا برو واحد وبرو اتنين، نعمل لهم باورنج اب هنا باور اب دي، هنا باور اب دي كمان. بعد ما يعمل باور اب نرجع له تاني ان شاء الله. طيب بعد ما عملنا باورنج اب للماشينز بتاعتنا، قبل ما نديها ستاتيك اي بي كنا عايزين بس نتاكد ان اللوب باك او النتوركس اللي احنا عملناها على الفيرتشوال ماشين، عشان النتوركس دي اللي هي الفيرتشوال نتورك دي لازم بتعمل لوب باك على الويندوز بتاعي، يعني بتعمل لوب باك على ال7 ويندوز 7 بتاعي. تمام. فعايزين نتاكد ان اذا كانت اللوب باك دي اتعملت ولا لا. تمام. لان اللوب باك دي لازم بتتطلب منك ان انت تعمل ايه ريستارت. طيب العمليه دي نشوفها ازاي. اول حاجه في ناس بتقول لك ان انت تروح على الكنترول بانل بتاعتك وتشوف النتورك هل اضافت ولا لا. تمام. حاليا هنا ضاف عندي 5 وضاف عندي 6، ولكن الكلام ده مش واقعي. ليه مش واقعي؟ لان احنا لو رحنا على الجي ان اس 3 وفتحنا النتورك ديفايس ليست بتاعتي مش هلاقي لا 5 ولا 6، مش هلاقي لا نتورك 5 ولا 6، مش هلاقي غير اللوكال اريا كونكشن بتاعتي فقط. تمام. وبالتالي لازم اعمل ريستارت للجهاز عشان يقدر الجهاز ان شاء الله يشوف اللوب باك اللي انا عملتها دي. تمام. طيب قبل بس ما نروح نعمل لوب ريستارت للجهاز، يا ريت نعمل دي باز. ودي كمان ونعمل ريستارت للجهاز بتاعنا ان شاء الله. طيب بعد ما عملنا ريستارت للجهاز بتاعنا، لو رحنا على الفولدر بتاع الجي ان اس 3 في السي عندي ورحنا فتحنا النتورك ديفايس ليست، هنلاقي الحمد لله بدأت تظهر عندي الفيرجوال نتورك 5 والفيرجوال نتورك 6. طيب لو قفلنا دي دلوقتي خلاص. طيب لو رحنا دلوقتي على ال جي ان اس 3 ورحنا فتحنا الكلاود بتاعتنا برو 1 ونروح نختار من هنا النتورك ادابتر بتاعتنا نتورك ادابتر فيرتشوال ماشين نتورك 5، ونقول له اد، نقول له ابلاي، نقول له اوكي. طبعا ده اسهل بكتير من الكلام اللي كان بيحصل في داينابس اللي انت كنت بتقعد تدور على الاي دي بتاع النتورك لوب باك ده، طبعا كانت بتبقى عمليه صعبه شويه. طيب هنا نقول له وصله على 6، نقول له اد، نقول له ابلاي، نقول له اوكي. طيب بعد كده بقى نروح نوصل هنا المانيوالي فاست 00 مع اللوب باك هنا، وهنا فاست 01 واحد 10 انا اسف هنا. تمام. نقول له شو طبعا الكلام ده تحت. طيب دلوقتي بقى لو عملنا باور اب للراوتر. تمام. طيب دلوقتي لو رحنا على الماشينز بتاعتنا وعملنا لها ريزومينج، تمام نفس الكلام هنا نعمل ريزومينج لدي كمان. طيب نروح الاول على الراوتر.
1.2.7.1. طبعا الكونسول بورت بتاعه 2000. نروح نقول له انتر نو. نقول له انيبل كونف تي انترفيس فاست 00 اي بي ادريس بتاعك 192.168.0.0. نقول له نو شت داون. نقول له اكزيت. بعد كده نروح على انترفيس فاست 1.0. نقول له اي بي ادريس 172.16.10.1. صفر. نقول له نو شت داون. نقول له اكزيت. نقول له اند. نقول له شو اي بي انتر بريف. تمام. الاثنين اب الحمد لله. طيب لو رحنا بقى دلوقتي على الماشينز بتاعتنا, نروح على اكس بي برو 1. اكس بي برو 1 ان سي بي اي دوت سي بي ال. طبعا ده شورت كات, بدل ما تروح على كنترول بانل وتفتح الى النتورك. طبعا ده شورت كات بسرعه كده. نقول له بروبرتيز. طبعا يا جماعه لازم الاول نكون قافلين الفاير وول. تمام انا قافلها اوريدي. طيب نروح على, طبعا انت ممكن تقفل ال, مش تقفل الفاير وول كلها, انت ممكن تفتح بس الاي سي ام بي اللي هو بتاع البنج. عايز تفتح الاتش تي تي بي, في سيرفيس معينه عايز تفتحها, مش شرط يعني تقفل الفاير وول كلها, ولكن انا مش محتاج الفاير وول في حاجه فبالتالي قفلتها كلها. طيب هنا نروح نديله الاي بي هات بطريقه تانية. نقول له 192.168.10.1. 192.168.10.10. طبعا الديفولت جيت واي بقى بتاعتنا, نقول له 192.168.10.10.1 اللي هو الانترفيس بتاع الراوتر. طبعا ال DNS مش محتاجينه في حاجة. نقول له اوكي ونروح على التانية, الماشين التانية بتاعتنا. تمام ncba.cbl. properties. شوف الفايروول في الاول اوف. تمام واحد سبعة اتنين ستاشر عشرة عشرة. واحد سبعة اتنين ستاشر عشرة واحد. تمام يبقى احنا كده الحمد لله مهمتنا انتهت. ناقص بس نشوف عملية البنك هتمشي ازاي ان شاء الله. طيب لو رحنا على الراوتر بتاعنا نقول له بينج على 192.168.10.10. بنج الحمد لله. تمام طيب نقول له بينج على 172.16.10.10. بنج الحمد لله. طيب لو رحنا بقى دلوقتي على البي سي هات بتاعتنا, نقول له بينج على 192.168.10.1 اللي هو الراوتر. تمام رد عليا الحمد لله. طيب لو نقول له بينج على 172.16.10.10 اللي هو البي سي التاني. تمام البي سي التاني الحمد لله برضه رد عليا. لو نحاول برضه نعمل تشيك على الكونكتيفيتي من الناحية التانية, نقول له بينج على 172.16.10.1 الديفولت جيت واي بتاعتك. تمام رد عليا الحمد لله. نقول له اي بي
config يعني الديفولت جيت واي بتاعته فعلا اللي هي ايه 16 10 1. طيب لو نقول له بينج على البي سي برو 1 اكس بي برو 1 132 168 10 10 تمام رد عليا الحمد لله. طيب اي بي كونفيج تمام. طيب يبقى احنا كده الحمد لله يا جماعه خلصنا عمليه توصيل الفي ام وير بالجي ان اس 3. اسال الله عز وجل ان ينفعكم بهذا العلم وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسوني والمسلمين من صالح الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى واله وصحبه واخواني اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.